داء العريس بتاعنا، يعني نريد أن ندعو له، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله زواج مبارك إن شاء الله. فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى